صالح لبري، ما زلت أدرس كطالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخصص هندسة البرمجيات. في 2011 أسست إينوسوفت اللي هي واحدة من الشركات المميزة اليوم في مجال تقنية المعلومات. في 2011 فكرنا كيف ممكن نعمل خدمات مميزة لعملائنا في مجال تقنية المعلومات. كنا مجموعة من الشباب في الجامعة، أولموست 6 طلاب، وبدينا نفكر كيف ممكن نعمل شركة متخصصة في مجال التقنية. عندنا وقت فراغ كبير ما احنا قاعدين نستغله، ليش ما نستغله حتى إذا ما نجحنا؟ بدينا الفكرة، بعدين صغر الفريق وتراجعوا، وظل واحد من زملائي فقط معانا في الجروب، وكملنا وأسسنا إينوسوفت. إينوسوفت في ذاك الوقت كانت مؤسسة صغيرة، بدأت بصفر ريال. كانت الفترة هذيك بالنسبة لنا جميلة جدا، كنا نسهر بالساعات بال 15 ساعة أو 18 ساعة تفلفل الريكويرمنت حقت عملائنا. وأول عميل لما وقعنا معاه كانت تجربة لها طعم ثاني، وجميل جدا انه اول عميل وقعنا معاه لليوم هو ما زال عميل عندنا، وما زال وصار كمان ابعد من انه عميل، صار كمان صديق مقرب وساهم كثير في تطوير خدماتنا. في 2013 زارني واحد من الاصدقاء واقترح علي انه ليش ما اقدم على مركز ارامكو السعوديه رياده الاعمال واعد. كانت الفكره انتريجينج انه نحصل على دعم من واحد من افضل المراكز دعم ريادة الأعمال في المملكة. وبدعت فعلا، قدمت على البرنامج تبع واعد ريادة الأعمال وحضرت الكورس التدريبي، وكانت هنا الصدمة. فوجئت بإيميل بعدها منهم أنه إينوسوفت واحدة ما هي من البرامج اللي إحنا نطمح أنه إحنا نمولها، فلذلك أنت you've been discarded من البرنامج، أو تم رفضكم من البرنامج. كان يوم صعب جدا بالنسبة لي، لأني كنت مؤمن جدا في 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 الفاليوز اللي إحنا ممكن نقدمها، ومؤمن جدا في الفاليوز اللي ممكن واعد يضيفوها لإينوسوفت. كتبت، يعني يمكن أخذت يوم كذا، يعني كنت في حالة ضعف. بعدين كتبت إيميل لرد بطلب اجتماع عاجل، والجماعة يعني كانوا متعاونين وفعلا سوينا اجتماع. ما أنسى أنه الاجتماع هذا دام 3 ساعات تقريبا، في محاولة مني أني أقنعهم أنه إينوسوفت is a product or project for you to fund. وحتى نهاية الاجتماع ما كانوا مقتنعين 100%. قالوا لي أوكي، إحنا حنرجعك للبرنامج، حنرجعك to track، لكن احتمالات أنك تأخذ التمويل كان 0. قلت لهم أوكي رجعونا، مش مهم أنه نأخذ تمويل من أرامكو، مهم أنه إحنا نتعلم ونشوف إيش الفاليوز اللي ممكن نأخذها بغض النظر عن التمويل. وفعلا رجعنا بعد 4 شهور، كنا ثامن شركة تتمول من مركز أرامكو السعودية ريادة الأعمال واعد. في 2011 لما بدينا كنا نشتغل من البيت. في 2012 بعد ما حصلنا على أول عميل، أخذنا مكتب صغير في واحدة من الشركات اللي تعطي shared offices أو مكاتب، يعني مكاتب للإيجار الإيجار الشهري، وأخذنا معهم مكتب لمدة سنة. وبعد ما أخذنا التمويل من مركز أرامكو السعودية ريادة الأعمال، قدرنا أن نأخذ مكتب أكبر بسعة تقريبا 12 موظف، وبدينا نوظف ونزود التيم والفريق عندنا، وبدينا ننوع الخدمات حقتنا، بدينا نحصل على عملاء بحجم أكبر. وفي 2014 قدرنا نوقع مع أول عميل حكومي أو جهة حكومية، نفتخر أنه إحنا اشتغلنا معاهم، ونفتخر أنه اشتغلنا على مشروع وطني بالحجم اللي اشتغلنا عليه في الوقت في 2014. المملكة العربية السعودية اليوم في طريقها لتحول
كبير عن طريق رؤية المملكة 2030. هذا التحول يشمل عدة برامج، من ضمنها برنامج التحول الوطني 2020 اللي كان لنا شرف كبير إنه إحنا ساهمنا فيه. وما أقدر أوصف قديش سعادة فريق إنوسوفت وأنا أولهم بكل خطواتنا في أي مشروع اشتغلنا عليه من مشاريع التحول الوطني. ما كانت بالنسبة لنا مجرد مشاريع عادية، لا، كنا بنشتغل فعلا، وكنت أحس قد إيش الحب والاهتمام في الفريق في كل تفصيلة في المشاريع اللي اشتغلنا عليها. هذا الشيء زادنا حماس، زاد من روح الفريق، وطموحين لمستقبل أفضل إن شاء الله.